السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، مساء الورد، مساء الفل، مساء التفاؤل، مساء كل حاجة جميلة، مساء الكورونا في زمن الكورونا. حضراتكم وحشتوني جدا، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بنقدم لكم حلقة جديدة ومميزة جدا من برنامجكم هي وآدم. في البداية كده حابة، لأن جات لي مكالمات كتيرة جدا جدا من ستات كتيرة جدا 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 زهقانين إن جوازهم قاعدين في البيت، وبيقولوا ان الازواج بيتدخلوا في كل حاجه ومضايقينهم جدا جدا جدا. طب انا عايزه اعرف بقى يا ستات، يعني انا جالي مشاكل اوفر بسبب الموضوع ده، بسبب ان الزوج قاعد في البيت وحاشر مناخيره في كل حاجه وعايز يتدخل في كل حاجه، في المطبخ، في تربيه الاولاد، في نظافه البيت، في كل حاجه في البيت. فهم طبعا باعتين لي ومخنوقين ومتضايقين الزوجات، وبيقولوا امتى بقى الحظر هيتفك. طب انا عايزه افهم، يعني انتوا ازواجكم بيخرجوا بيروحوا الشغل تزعلوا وتتضايقوا وبتقولوا مشغولين عننا، قعدوا معاكم متضايقين وبتقولوا بيحشروا مناخيرهم في كل حاجه، حاولوا ان انتوا تتاقلموا زي ما تاقلمتوا على غيابهم، تاقلموا على وجودهم، على وجودهم معاكم في البيت، وان شاء الله باذن الله الغمه هتنفرج، وان شاء الله باذن الله هتروح وهنرجع تاني نمارس حياتنا الطبيعيه. ولكن ارجع اقول تاني، stay at home، متخرجش من بيتك غير للضرورة القصوى، وخليك في البيت، وربنا يعدي الكل اللي احنا فيه والوباء ده على خير ان شاء الله، ونقضي اجمل رمضان في الدنيا كلها. نرجع بقى لموضوع حلقتنا النهاردة. فاكرين لما اول حلقة قلت لحضراتكم ان احنا عندنا مسابقة مهمة جدا، المسابقة دي للميك اب ارتست، وبما ان فن الميك اب فن مميز جدا، وبما ان دول كتيرة جدا اهتمت بيه زي فرنسا وبقت عاصمة الموضة وعاصمة الجمال في العالم زي لبنان، وبقت عاصمة الجمال في الوطن العربي، مصر اهتمت جدا بهذا الفن الراقي، وإحنا تضامنا مع هذا الاهتمام عملنا مسابقة على مستوى مصر كلها، وهي مسابقة Make Up Artist of Egypt. اشترك معانا Make Up Artist من كل أنحاء مصر، في ناس اشتركت بالصور، في ناس شرفتني في الاستوديو وعملت حلقات معايا وعرضوا شغلهم لحضراتكم، وكان التصويت كتير جدا والتفاعل كتير جدا من حضراتكم، وانا مبسوطه جدا لهذا التفاعل وبشكر كل حد اتفاعل معانا. الحقيقه اتقدم للمسابقه ما لا يقل عن 320 ميك اب ارتست اول اوفر ايجيبت، من مصر كلها، من كل انحاء او من كل المحافظات. طبعا بعد فحص وتدقيق واخترنا لحضراتكم خمس متسابقات، وهم اللي حازوا على خمس مراكز على مستوى مصر في مسابقه ميك اب ارتست اوف ايجيبت. النهارده ان شاء الله هيكون التكريم، والنهارده معانا ومعاكم ضيوف عزاز ومهمين جدا، واي حد بيشتغل في مجال التجميل اكيد يعرفهم. معانا ومع حضراتكم استاذ احمد محمد شوقي صاحب براند مهير، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك يا فندم. معانا ومع حضراتكم ايضا استاذ حسن الباشا نائب رئيس او نائب رئيس الرابطه العامه للتجميليين، اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتنا. اهلا بحضرتك يا فندم، كل سنه وحضراتكم طيبين. وطبعا معانا المتسابقات الجمال اللي هنتكلم معاهم بس بعد ما نخلص حوار مع ضيوفنا اللي مشرفينا. في البداية أحب أعرف، طبعا أنتوا كنتوا دايما معنا في المسابقة وكنتوا دايما بتدعمونا وبتدعموا البرنامج، وده شكر هايل لحضراتكم، بنشكركم جدا عليه. أحب أعرف يا أستاذ حسن، يا ترى الرابطة إيه دورها للتجميلين؟ بتقدم إيه أو بتقدم خدمات إيه؟ أهلا وسهلا بحضرتك، ومتشكر جدا على الاستضافة في البرنامج الجميل جدا دوت، وأهلا وسهلا بالمشاهدين. الرابطة العامة، الرابطة العامة رابطة مصر برئيس الأستاذ عادل زيدان، بتقدم دعم كبير جدا للشباب باستمرار، من ناحيه الميك اب، من ناحيه التسريحات، من ناحيه الموضه والجمال، دعم كامل بالنسبه للفتره اللي طبعا احنا كلنا قاعدين فيها، فتره كورونا. بتقدم بتقدم ممكن تقولي نعوه ماديه، وممكن تقدم كمان ناحيه ماديه، ناحيه فعليه، انها تساهم معاه في حاجات تخليه في الفتره اللي هو قاعد فيها دي هو مضر جدا طبعا بالنسبه للكورونا. عندنا كمان شعبة الكوافير في الغرفة التجارية برئاسة الأستاذ محمود الدجوي، برضه بتقدم دعم بالنسبة للكوافير
وفي ساندو في الازمه اللي احنا فيها طبعا في مشكله كبيره قوي دلوقتي بالنسبه لكل الكوفرات وخصوصا الصناعيه اللي هو بيشتغل في مكان، وخصوصا الناس اللي مأجره فتره ومده جديده وايجار جديد، دي مشكله كبيره جدا. عندهم مشكله جامده جدا. ايوه. فدور الرابطه ان هي تقدم دعم سيان مادي او سيان معنوي. مجلس الاداره كله بيجتمع بجميع الشركات اللي هي بتساهم في حل المشكله بالنسبه للي بيحصل في الوضع الحالي دلوقتي. طبعا المشكله دي على العالم كله. دورنا احنا بقى كرابطه ان احنا نحاول ندعم على قد ما نقدر بالنسبه لجهود كبيره. احنا تقدمنا طبعا بطلب لمجلس الشعب ان في متضررين جدا جدا في المهنه عندنا، لان احنا دلوقتي دخلنا على الاسبوع السادس تقريبا او السابع، كله ده متضرر سواء صاحب مكان او صناعي، لان احنا شغلتنا في شغل في يوم بنشتغل، مفيش خلاص مفيش ربح تاني. وفي ناس كتير جدا اللي هم يعتبروا الصناعي الفردي اللي هو مش صاحب مكان ده متضرر بشكل اكبر يعني. تمام. ومفيش حد للاسف قادر يعني يظبط الناس زيت او يريح الناس زيت سواء صاحب مكان او صاحب ايجار صاحب محل. كل الكوفرات اللي هي متاجره مده دي متضرره جدا، وجات لنا شكاوي كتير جدا. دور الرابطة ايه نقدر نعمله؟ فاحنا تقدمنا طبعا بشكوى في مجلس الشعب، وقدمنا شكوى في الغرفه التجاريه، والحمد لله نظروا فيها، وان شاء الله الفتره اللي جايه دي هيكون في حاجه كويسه باذن الله. بشره خير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. استاذ احمد، بما ان حضرتك صاحب شركه وبراند مهير، وطبعا دي غنيه عن التعريف، يا ترى حضرتك بقى كصاحب شركه هل بيبقى الدور الرئيسي او تركيزك الرئيسي ان حضرتك تسوق للبرودكت او المنتج بتاع حضرتك، ولا حضرتك بيبقى ليك دور بانك بتدعم التجميليين؟ الاول انا احب اشكر حضرتك على استضافتنا في حلقه مهمه زي ديت، حلقه نهايه المسابقه بتاعت ميك اب ارتست اوف ايجيبت. وطبعا بنشكر مجهودكم الكبير على مدار الحلقات السابقه وعلى مدار الفتره اللي فاتت، وبنشكر برضو البرنامج لتواجده معنا في بعض الفعاليات الخاصة بمهنة التجميل قبل كده زي المهرجان. بالظبط يا فندم، يمكن حضرتك خصصت لنا حلقة ذاتي فيها طبعاً. فعاليات المهرجان فبنشكر حضرتك جدا على دعمك للمجال دوت. لا طبعا يعني احنا كشركة بنبيع منتجات اكتر للمتخصصين، بمعنى ان الزبون الرئيسي بتاعنا هو الكوافير ومصفف الشعر والميك اب ارتست والناس اللي بتشتغل بايديها. فلا مش دورنا ان احنا بس بنسوق للمنتج، على العكس احنا بنحاول نوفر التدريب، بنحاول ان احنا نكون متواجدين مع الرابطة في اي فعالية او اي حاجة بيعملوها، علشان نحاول نرفع من شأن المهنة، ونبدأ نحاول برضو ان احنا نجيب مدربين من بره بيجوا هنا مصر بيدوا دورات وبيدوا حاجات، على اساس ان احنا نرفع دايما من مستوى وشأن الكوافير المصري. طبعا هنا في مصر يعني عدم وجود نقابة للكوافيرات مخلينا مواجهين صعوبة شوية في ان احنا نواجه اللي بيحصل، بس الحمد لله نتيجة نشاط مجلس إدارة الرابطة بقيادة الأستاذ عادل زيدان والأستاذ حسن الباشا، ومن خلال نشاط برضو الغرفة التجارية قدروا يعملوا تعاون ما بين الشركات وما بين الرابطة، فإن احنا نحاول نوجد وسيلة لدعم الناس المتضررة من الموقف اللي احنا فيه. احنا شخصيا متضررين، بس يعني الضرر ليفلز مختلفة، فالقادر بيحاول يساعد اللي مش قادر اللي يتحرك. مش قادر. أكيد. واحنا أكيد. بنحاول نستغل برضو البرنامج بتاع حضرتك في ان احنا نوجه الدعوة لأي حد ما وصلتوش دعوتنا او نداء الاستاذ عادل زيدان ومجلس ادارة الرابطة، ان هو لو حابب يدعم الكوافيرات المتوقفة عن العمل، يعني دي حاجة جميلة. ياريت وياريت ان هم يقدروا يدعمونا ان شاء الله. وفي الاول في الاخر احنا اي حاجة بتخص مهنة التجميل كشركة بنحاول نكون متواجدين فيها، زي ما قلت لك دورات تدريبية، ساعات بناخد ناس وبنسافر بيهم بره لما بيكون في فعاليات تخص الشركة في الخارج. بنحاول هنا في مصر ان احنا نقدم دورات تدريبية كتير من خلال الرابطة او من خلال فعاليات الشركة نفسها، وفي الاخر ربنا يوفق الجميع. ربنا دايما موفق حضراتكم. ودلوقتي مشاهدينا الاعزاء جه الوقت اللي كله مستنيه. طبعا قبل ما اقول لحضراتكم، انا بس بوجه واسره البرنامج بتوجه التهاني لاستاذ عادل زيدان، الف مبروك لكد كتاب نجله الكريم، الف الف مبروك. الف الف مبروك يا استاذ عادل.
وجت اللحظة الحاسمة، يا ترى مين خدت المركز الأول؟ هنقول بس بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الاعزاء، وحان الان موعد معرفه نتيجه المسابقه. يا ترى مين الاولى؟ المتسابقه الاولى والفايزه باول جايزه هي معانا ساره محمد، ميك اب ارتست. مبروك مبروك يا ساره، مبروك. اتفضلي يا جميله. المتسابقة الأولى زي ما احنا شايفين سارة محمد، بنقول لها ألف ألف مليون مبروك. اتفضلي يا حبيبتي. عايزين تعرفوا يا ترى، عايزين تعرفوا مين رقم اتنين؟ عايزين تعرفوا مين رقم اتنين في المسابقة ميك اب ارتست اوف ايجيبت اول اوفر ايجيبت او على مستوى مصر كلها؟ معانا ومعاكم رانيا حمدي. الف مبروك، الف مبروك، الف مبروك، الف الف مبروك يا رب. الف مليون مبروك، اسرة البرنامج بتهنيكي. الف مبروك يا حبيبتي. المتسابقة رقم ثلاثة كانت أسماء محمد، صاحبة بيوتي سنتر أسماء محمد، ولكن ما قدرتش تيجي لظروف كورونا وظروف البلد. بنقول لها ألف مليون مبروك يا أسماء، شهادتك موجودة معانا إن شاء الله بإذن الله. ألف مليون مبروك على المركز. المتسابقة رقم أربعة ندى جابر. المتسابقة رقم أربعة في مسابقة ميك اب ارتست اوف ايجيبت هي ندى جابر، بنقول لها ألف مبروك، وبرضه ما قدرتش تيجي علشان بيجوا من بلاد بعيدة فما بيلحقوش الحظر. متسابقة رقم خمسة وهي منى السيد. ألف مبروك يا منى، ألف مبروك، ألف مبروك. لا لا. ألف مبروك. ألف مبروك. ألف مليون مبروك يا حبيبتي. ألف مليون مبروك، ودايما من تقدم لتقدم. خدي الشهادة بتاعتك، اتفضل استريح. طبعا بتبقى فرحة كبيرة جدا مشاهدينا الأعزاء، فرحة وإحساس بقد إيه الإنسان لما بيتعب وبيشتغل على نفسه، الإنسان لما بيحاول بيقدر. حاولي هتقدري. المتسابقات اللي معانا دول كانوا من مصر، اشترك معانا 320 ميك اب ارتست، وزي ما قلت لحضراتكم ان مهنه الميك اب ارتست دلوقتي بقت مهنه بيعمل بها الصيدلانيه، الدكتوره، المهندسه، لانه فن، وكل واحده عندها احساس ان ده فن، كل واحده عندها احساس ان دي مهنه عايزه موهبه اشتغلتها واثبتت وجودها فيها. معانا ومعاكم شفنا خمس نماذج، خمس نماذج اشتركوا معانا، جم شرفونا في البرنامج، اشتركوا بالشغل بتاعهم وكسبوا النهارده، وده تتويج لمجهودهم. وطبعا بنشكر جدا ضيوفنا اللي كرموهم ونورونا النهارده. ربنا يا ترى بقى احساسكم ايه؟ قولوا لي. ساره الاول، المركز الاول. يعني احساس
استاذ رائع طبعا، مش عارفه اقول لك ايه. انا حابه اشكر حضرتك على الحلقه الجميله دي ونهايه المسابقه. احنا الحمد لله نجحنا بفضل ربنا ثم دعمك ودعم استاذ حسن واستاذ محمد. يعني مش عارفه اقول لك ايه بصراحه على المسابقه، كانت بصراحه جميله جدا ودعمونا، والحمد لله ان احنا وصلنا للنهايه دي. عايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه، ساره كانت اول ما اشتركت معانا كان عندها بيوتي سنت كانت ميك اب ارتست بس. بعد ما اشتركت معانا في البرنامج والناس شافت شغلها وتشجيع الناس ليها، ساره عندها مفاجاه، ساره فتحت محل فتحت بيوتي سنتر اسمه بيوتي سنتر ساره محمد. الف مبروك يا ساره. الله يبارك فيكي، ربنا يخليكي، ربنا يخليكي حبيبتي. الف مبروك يا رانيا حبيبتي، يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. تعبتي وكان شغلك هايل، كان شغلك رائع بجد. ميرسي يا حبيبتي، وكان حلقتك مميزه حبيبتي. طبعا انا بشكر حضرتك وبشكر حضراتكم طبعا بجد، طبعا تعبنا جدا على ما وصلنا للمرحله دي والحمد لله، وطبعا مبسوطه جدا جدا. ده بيدينا طبعا يعني دعم اكتر ان احنا نطلع أكيد. احسن ما عندنا وكمان وكمان ان شاء الله. اكيد حبيبتي. اكيد نورتونا. وطبعا المتسابقات المركز الثالث والرابع مبروك يا اسماء، مبروك يا ندى، كان نفسنا تكونوا معانا النهارده بس طبعا انا مقدره ظروفكم ومقدره ان انتوا بتيجوا من بلدان بعيده. ومنى كنا مبسوطين جدا لان منى يا جماعه ما جاتش معانا حلقه، منى بعتت لنا الشغل بتاعها وكان في التصويت ناس كتيره صوتت لشغلها، شغلها كان هايل جدا. الف مبروك يا منى. حضراتكم وانا سعيده قوي بلقائك، وانا مش مصدقه يعني والله، دي كانت سربرايز بالنسبه لي. قربي المايك. وميرسي قوي للسبورت وكل اللي دعمونا هنا، واحنا والله اجتهدنا، والميك اب ده يعني فن البيوتي كله حاجه جميله، واحنا بنحب نجمل الناس يعني، واي ليديز فيها جمال بس احنا بنزهره. تسلم ايديكم والف مبروك. والنهارده بما ان احنا متجمعين النهارده، البرنامج مشترك في مبادره ايد على ايد او ايد واحده، ودعما من البرنامج ودعما من ضيوف البرنامج الجمال اللي دايما لما بيلاقوا اي خير بيشتركوا فيه. احنا النهارده مقدمين 6 عرايس مش مقتدرين. اي عروسه دلوقتي قربت تتجوز ونفسها ان هي يتعمل لها احلى ميك اب واحلى شعر واحلى فستان فرح او فستان خطوبه، احنا هناخد 6 من المتصلات. اتصلوا بينا، هناخد 6 بنات غير مقتدرات علشان نعمل لهم احلى ميك اب واحلى شعر. وعلى فكره اللي اشترك بالفساتين لازم نقول ان هو براند الاسطوره. متشكرين جدا لبراند الاسطوره ومتشكرين للميك اب ارتست الجمال اللي معانا اللي اشتركوا معانا في المبادره. ان شاء الله باذن الله. حضراتكم نورتونا، واحنا دايما عايزين دعم حضراتكم للمسابقات الجميله ودعم حضراتكم للمواهب الشابه اللي بتتمنى ان هي تعلى وتبقى افضل وافضل وافضل. ده طبعا ناتج عن التدريب الرائع والكورسات اللي بتعملوها في الرابطه، والتدريب الرائع برضو اللي حضرتك بتعملها في البراند عندك. الحمد لله. احنا عايزين نشكر حضرتك جدا على المبادره الجميله اللي حضرتك عملتها ديت، وبنستغل طبعا الفرصه وبنشكر كل القائمين على العمل الجميل دوت، وبنهني كل اخواتنا الاقباط بعيد القيام المجيد، واهلا والف مبروك، ودايما ايامنا سعيده كل كلنا جميعا، كل سنه وهم طيبين طبعا، وكمان ايام شم النسيم، ودايما خير على مصر يا رب، وتعدي ان شاء الله يا رب الفتره ديت على خير باذن الله. ومتشكرين جدا لدعم حضرتك ومسانده حضرتك لكل الجيل الجديد، وطبعا انا بشكر كل الفنانات الجميله على الشغل الجميل اللي اتعمل دوت. تسلم ايديكم فعلا، ده نموذج مشرف لكل واحد فعلا بيجتهد وكل واحد عايز يبقى حاجه كويسه. طبعا ربنا يوفقكم كمان وكمان يا رب، واحنا بنتخيل صوت حضرتك وصوت البرنامج، احنا بنقدم اي دعم لاي شاب عايز يتعلم المهنه بتاعته وعايز يبقى ميك اب ارتست او يتعلم الفروم او يتعلم الصبغه او فن القص. الرابطه مفتوحه، الرابطه العامه لمصففين الشعر، رابطه مصر، ده ادعم لحضرتك، ودي مفاجاه على الهواء. هايله. الرابطه بتقدم دعم كامل لكل الكوافير، اللي قادر او مش مقتدر يشرف، وان شاء الله هيلاقي عندنا كل الكورسات بدعم كل الشركات اللي شغاله معانا ان شاء الله. والحمد لله احنا عندنا شركات كويسه جدا بتدعمنا، وعندنا اسماء كبيره في المهنه بتاعتنا برضو بتدعم المواضيع، الاستاذ محمد الصغير، الحاج محمود لبيب، واسماء كتير جدا في المهنه بتدعم معانا الموضوع دوت. احنا من خلال برنامج حضرتك بقول لكل الناس المشاهديننا اهلا وسهلا بحضراتكم، واللي عايز يتعلم اي حاجه في المهنه سواء ميك اب ارتست او لف تحجيبه او ميك اب او شعر او قص او صبغه يشرف عندنا ان شاء الله. وبدا برضو كل المتخصصات بالنسبه للبروتين،
اهلا وسهلا بكم في الرابطه، تشرفوا، الرابطه مفتوحه لكل الناس. والله عرض هايل وكريم جدا 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 من حضرتك النهارده يا استاذ حسن. ده بكاد طبعا مجلس الاداره كامل بسياده الاستاذ محمود، استاذ عادل زيدان، وطبعا برضه بهنيه على فرح ابنه. الف مبروك. وطبعا مش هننسى دور شعبة الكوافير في الورطه التجاريه، بصراحه قايمه بدور كبير جدا للكوافير، ودايما يا رب كده في الزهار ونجاح لكل ابناء المهنه ان شاء الله. الف الف مبروك، واكيد دي دعوه كريمه جدا من حضرتك. يلا يا شباب اللي بيتفرجوا علينا، عايز تتعلم، عايز تبقى هير دريسر او مصفف شعر رائع، عايزه تتعلمي تبقي ميك اب ارتست ما حصلتيش، اعتقد ان دلوقتي دي مبادره هايله جدا 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 وعرض رائع لكل حد بيتفرج علينا وكل حد الرابطه بتدعمه، والرابطه دي تعتبر الشكل القانوني والشكل اللي بيدافع عنكم والشكل اللي دايما بيدعم كل التجميليين اللي موجودين في مصر كلها. استاذ احمد، يا ترى بقى بالنسبه للبراند عند حضرتك، هي تخصص شعر يعني بروتين بس؟ لا، احنا في عندنا البروتين والصبغه والافتر كير، وعندنا منتجات لتساقط الشعر والمساعده في تطويله. بس يعني انا برضو عايز استغل تواجدي في البرنامج هنا، بوجه يعني عايز اقول لكل اقباط مصر كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد القيامه المجيد، وان شاء الله يا رب دايما تكونوا مبسوطين واخوات، وان شاء الله كلنا نرجع للمساجد والكنائس نحتفل قريب في العيد ورمضان. امين يا رب العالمين. وزي ما بقول لحضرتك، هو احنا منتج امريكي، على فكرة العالم كله في المشكلة اللي احنا فيها. احنا مصنع عندنا في امريكا قافل بقاله اكتر من 4 اسابيع، الناس قاعدة في البيت. فجماعة مش احنا بس اللي قاعدين في البيت، الكرة الارضية تقريبا كلها قاعدة في البيت. استحملوا شوية عشان نحاول نعدي من الموقف اللي احنا فيه ده، وان شاء الله يا رب يكون في اللي جاي يكون خير باذن الله. يا رب يا رب. في نهاية الحلقة بشكر جدا ضيوفي اللي نوروني النهاردة، وبهني كل الميك اب ارتست الهايلين اللي النهارده حازوا على مراكز هايله. مشاهدينا الاعزاء، النهارده كانت اخر حلقه في الموسم ده، استنوني في الموسم الجديد ومفاجآت هايله جدا، واستنوا برنامجكم هي وادم في الموسم الجديد وفي عباءه جديده. اشوفكم على خير.